السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. موعدنا النهاردة إن شاء الله حل بيج 95 من كتاب جيم الأضواء، إنجليزي الصف الرابع الابتدائي. نبدأ بسم الله بالنور. المحادثة بين نورة وهدى. Where does the phoenix fox live؟ أين يعيش ثعلب الفينيك؟ يبقى أول حاجة الفوكس. نمبر عندي هنا هدى. It lives in the desert. It lives in the desert يعني هو بيعيش في الصحراء. يبقى رقم 2 desert صحراء. نورا. واو. It's also smaller than other foxes يعني هو أيضا بيكون أصغر من الثعالب الأخرى. يبقى هنا smaller صفة قصيرة المقطع زائد er زائد than smaller than other foxes. Number 2 read and match. The eagle has strong wings. طبعا النسر لديه أجنحة قوية. It can fly easily in the sky. يمكنه الطيران بسهولة في السماء. Number 2 the bear is stronger. طبعا الدب بيكون أقوى. الدب بيكون مي أقوى من مين than the pelican أقوى من البجعة. Number 3 the phoenix fox lives in the desert. اللي هو الثعلب الفينيك بيعيش في الصحراء. It has thick fur to keep it warm. يعني لديه فراء سميك يحافظ على دفئه أو يبقيه دافئا. Number 4 some animals are scary. بعض الحيوانات بتكون مخيفة. But they are all important. لكنهم بيكونوا مهمين. Number 5 ring gazelles اللي هو غزلان الريم. غزلان الريم طبعا look very beautiful يعني تبدو جميلة جدا. Number 2 read and fill in the gaps with words from the list. طبعا نقرا ونكمل الفراغات بكلمات من القائمه. Small صغير. Wings اجنحه. Noisy ضوضاء او مزعج. Beaks من مناقير. وعندي amazing معناها مدهش. I like birds a lot. احب الطيور كثيرا. I see them every day. بنشوفهم كل يوم. They have wings to fly. عندهم اجنحه لكي يطيروا. They are amazing birds. يعني هم بيكونوا مدهشين طيور مدهشين. Our birds have beaks and feathers. لديهم مناقير وريش. Some birds are big and others are small. بعض الطيور بتكون صغيرة والأخرى بتكون صغيرة. Some of them are noisy. بعضهم بيكون مزعج أو ضوضائي. طبعا دي قطعة. Camels are very helpful. They carry things and people in the desert. They can live without water for a long time. Camels have humps to store water or water and fats for when they need. طبعا الجمال بتكون مفيدة جدا وبيحملوا الأشياء للناس أو بيحملوا الناس برضو في الصحراء. برضو يمكنهم العيش لفترة طويلة بدون الماء. الجمال لديها سنام الهامبس اللي هي السنام لتخزين to store water تخزين الماء and fats والدهون for لما when they need لما هم يحتاجوا. Horses can live up to 30 years يعني الخيول تستطيع العيش ما إلى ما يصل live up to 30 إلى 30 سنة. While camels can live up to 40 years والجمال بينما الجمال تستطيع أن تعيش إلى ما يصل 40 سنة. Page 96 take true or false علامة صح وغلط. Number 1 camels are perfect for the desert. طبعا الجمال بتكون مفيدة أو مثالية للصحراء. الكلام ده ترو صحيح. Number 2 camels can live without water for a short time. الجمال طبعا بتعيش بدون المية for a long time مش short time. يبقى هنا false. Number 3 camels live longer than horses. الجمال بتعيش أطول أو أكتر من مين أطول من الأحصنة. الكلام ده صحيح. عندي answer the following question. أجيب عن الأسئلة الآتية. عندي how do camels help people. كيف تساعد الجمال الناس. من القطعة برضو هنشوف. عندي هنا they carry things بتحمل الأشياء and people والناس in the desert في الصحراء. السؤال اللي بعد منه number 5 how long can horses live. كم المدة اللي بتعيشها أو تستطيع أن تعيشها الأحصنة أو الخيول. طبعا نشوف من القطعة. They can live بيعيش بتعيش without water for a long time. Camels have humps to store water for fats.
for when they need. عندي horses can live. الأحصنة can live بتعيش لما يصل to 30 years. دي الإجابة الصحيحة. horses can live up to 30 years إلى ما يصل 30 عام. عندي number 5 طبعا read and rearrange to make correct sentence. طبعا نقرأ ونرتب الكلمات دي عشان نكون جمل صحيح. هنبدأ الفاعل والفعل والمفعول. عندي horses drink الأحصنة بتشرب fresh water يعني مية نقية. Number 2 the fox is the scariest animal. The fox بيكون is the scariest animal بيكون يعني أكثر حيوان مخيف. الفاعل والفعل وبعد كده أهو بقية الجملة. عندي the fox is the scariest بيكون أكثر إخاف أو حيوان مخيف أو أكثر حيوان إخافة. Number 3 طبعا نبدأ بأداة الاستفهام فعل مساعد والفعل والفعل في الماضي. عندي where فعل مساعد does فاعل step eagle بعد كده فعل في المصدر live. Where does a step eagle live؟ أين يعيش نسر السهوب؟ Number 4 camels are perfect for the desert يعني الجمال بتكون مثالية for the desert للصحراء. Number 5 horses have large eyes. Horses have large eyes يعني الأحصنة أو الخيول لديها عيون جميلة. طبعا عندي باراجراف مكون من 4 جمل واستخدام طبعا الكلمات الإرشادية. You can use these guiding words يعني يمكنك استخدام هذه الكلمات الإرشادية أو المساعدة. ريم جازالس اللي هو طبعا غزال الريم. سهارا ديزرت اللي هي أو سهارا ديزرت أو سهارا ديزرت اللي هي الصحراء الغربية. جراس أو جراس هورنس اللي هي طبعا قرون. جراس عشب أو جراس عشب. هوفز الحوافر. نبدأ نقول ريم جازال اللي هو ريم غزال غزلان ريم look very beautiful تبدو جميلة جدا. They live in the Sahara desert مش في الصحراء الغربية. And they are around looking for grass وهي بتتجول في الأرجاء بحثا عن العشب. Leaves والأوراق and plants نباتات to eat عشان تأكل. They have big ears عندها ودان كبير. And long horns وطبعا قرون طويلة. They have hooves they have لديها حوافر in their feet في أقدامها. These hooves هذه الحوافر help them تساعدهم walk on the sand في المشي على الرمال. Punctuate أو punctuate the following sentence ضع علامة ترقيم الجمل الآتية. طبعا نبدأ الجملة بحرف كابيتال وبما إنها W H question طبعا ده سؤال يبقى question mark. Number 2 the bear is a big animal حيوان كبير. نبدأ ذا الجملة بحرف كابيتال بما أنها جملة خبرية بنحطه في الستوب. Page 97 عندي طبعا نص استماع. علا ورامي which animal is stronger أي حيوان بيكون أقوى. The crocodile تمساح or the giraffe أو الزرافة طبعا stronger يعني أقوى. رامي the crocodile stronger اللي هو تمساح بيكون أقوى هيبقى than the giraffe يعني بيكون أقوى من الزرافة. علا yes you are right أو you are right يعني أنت على حق أو محق. طبعا هنا ده number one the phoenix fox is smaller than other foxes يعني بيكون أصغر من الثعالب الأخرى. number two the step eagle eats طبعا step eagle نسر السهوب بياكل. small birds اللي هي الطيور الصغيرة and the mammals والثدييات. number three horses have الأحصنة لديها طبعا الأحصنة لديها large beautiful eyes يعني عيون كبيرة وجميلة. number 4 the phoenix fox has اللي هو ثعلب الفينيك لديه طبعا ثعلب الفينيك لديه big ears يعني ودان كبيرة. number 5 the phoenix fox lives ثعلب الفينيك بيعيش in the desert في الصحراء. read and choose the correct answer. number 1 we use camels نستخدم ايه to make clothes عشان نعمل منها الملابس يبقى الفير اللي هو الفراء بتاع الجمال. Camel's fair. Number 2 the snake is not than the crocodile يبقى thinner انحف انحف من مين احنا عايزين صفة فيها ER لان في than the snake is thinner than the crocodile. Number 3 ريم gazelles اللي هم غزلان الري have big ears and long horns يعني لديها ودان كبيرة وقرون طويلة.
عندي هنا نمبر 4 ذا ستيب ايجل اللي هو نسر السوق ترافلز فروم يوروب تو افريكا ان وينتر في الشتاء، من ايه؟ من مسافر من اوروبا لافريقيا في الشتاء. نمبر 5 كاملز هاف لارج فلات فيت، يعني قدم مسطحه. سو لذلك زي كان ووك، هم يستطيعوا او يمكنهم on the sand المشي على الرمال. read the passage and then answer the question. طبعا the Sahara او the Sahara desert is very big and hot او hot. the Sahara desert is very big and hot يعني تكون كبيرة جدا وحارة. camels and fennec foxes live in fennec foxes live in there live there بيعيشوا هناك. camels don't need to drink water every day، الجمال ما بتحتاجش مية كتير. camels have large flat feet to walk on the sand، يعني الجمال لديها قدم مسطحة لكي تمشي على أو يمكنها المشي على الرمال. The phoenix foxes will have big ears to hear insects and small animals. طبعا لديها ودان كبيرة عشان تستطيع تسمع لكي تسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة. Page 98 choose the correct word. The Sahara desert is big، طبعا كبيرة مفيش small، صغيرة فاست سريعة. Number 2 camels can live without water for a long time، يعني الجمال يمكنها العيش بدون الماء لفترة طويلة. Number 3 the fennec fox has big ears، لديها ودان كبيرة. tails ذيول، عندي eyes يعني عيون. answer the following question which animals live in the desert، اي حيوان او حيوانات يمكنها العيش في الصحراء. طبعا camels and fennec foxes live there، يعني الجمال والثعالب يمكنهم العيش هناك. Number 5 why do you camels have large and flat feet، ليه الجمال لديها قدم مسطحة أو رجل مسطحة to walk on the sand، عشان لكي تمشي على الرمال. rearrange طبعا نرتب الجمل عشان نكون جمل صحيحة. spiders eat insects، العناكب تأكل الحشرات. number 2 the phoenix fox has big ears، ثعلب الفينيك لديه أذن كبيرة. number 3 dogs are thinner than elephants، يعني عزكم الله الكلاب. dogs are thinner than elephants، يعني الكلاب بتكون أنحف من الأفيال. عندي number 4 ريم gazelles، غزلان الريم live يمكنها أو العيش تعيش، يعني ريم gazelles غزلان الريم تعيش in the Sahara desert. Sahara desert او Sahara desert. number 5 a pelican has strong claws او claws، ممكن نقول claws و claws. يبقى a pelican البجعة لديها strong claws يعني مخالب قوية. عندي هنا طبعا look and write a paragraph of 4 sentences you can use these guiding words، طبعا نقرأ ننزل ونكتب فقرة من 4 جمل يمكن استخدام هذه الكلمات الإرشادية أو المساعدة. horses الخيول أو الأحصنة، fast سريعة أو سريع، eyes عيون، grass أو grass عشب، water أو water ماء. horses are fast يبقى الأحصنة بتكون سريعة and strong وقوية. horses have large beautiful eyes الخيول لديها عيون جميلة. they like to eat grass and drink fresh water هما بيحبوا ياكلوا العشب grass أو grass and drink fresh water بيحبوا يشربوا مياه نقية. horses have strong teeth الأحصنة أو الخيول لديهم أسنان قوية. آخر حاجة معانا punctuate the following sentences طبعا ضع علامة الترقيم للجمل الآتية. snakes الأفاعي are scary animals بتكون حيوانات مخيفة. طبعا نبدأ الجملة بحرف كابيتال ودي جملة خبرية بنحط فلسطين. number 2 why do you like birds ليه بتحب الطيور، طبعا ده سؤال ودايما بنبدأ الجملة بحرف كابيتال وعشان هو WH question ده سؤال بنحط question mark. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. إلى لقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.